الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال البنك الدولي إن عدم الاستقرار السياسي في العراق يشكل خطرا على نموه الاقتصادي. وأضاف البنك الدولي في تقرير له أن حالة عدم الاستقرار السياسي في البلدان النامية المصدرة للنفط بما فيها إيران والعراق وليبيا واليمن تشكل مخاطر إضافية على النمو الاقتصادي. وأكد التقرير أن جائحة كورونا تسببت بانكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 3.8% خلال العام 2020، عازيا ذلك بشكل جزئي على عدم جاهزية أنظمتها الصحية للتعامل مع الأزمة التي تسبب بها الفيروس. قال وزير النفط الحالي في حكومة الكاظمي إحسان عبد الجبار إن المتحقق حاليا من خطة الحكومة لتوفير الطاقة الكهربائية تبلغ نسبته 40% فقط. وأضاف الوزير أن هذه النسبة تعادل 2500 ميجاوات، في حين تصل الكمية المطلوب توفيرها عن طريق الطاقة النظيفة إلى 7500 ميجاوات، مشيرا إلى أن تكلفة إنتاج الميجاوات الواحد من الوقود السائل تصل إلى 120 دولارا، أي ما يعادل 5 مليارات دولار سنويا، بينما تصل كلفة إنتاجها من الطاقة النظيفة 40 دولارا. عاودت أسعار الوقود ارتفاعها مجددا في محافظات كردستان العراق لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أشهر، وبلغ سعر اللتر من البنزين العادي 825 دينارا، بينما بلغ سعر البنزين السوبر أكثر من 1000 دينار للتر الواحد، في حين أفادت مصادر صحفية بأن وزارة النفط في بغداد أوقفت إرسال 1 مليون لتر بنزين المخصصة لدعم كردستان العراق، ما تسبب في رفع الأسعار مجددا. ارتفعت أسعار النفط العالمية الجمعة مواصلة مكاسبها التي بلغت 4.2% خلال هذا الأسبوع وسط مؤشرات على زيادة الطلب في الأسواق. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.1% لتسجل 79.14 دولارا للبرميل، بينما قفزت العقود الآجلة لخام غرب خام برنت بنسبة 1% ليسجل 82.75 دولارا للبرميل. ويؤكد خبراء أن الارتفاع خلال هذا الأسبوع مدفوعا بارتفاع أسعار الغاز الذي شجع على التحول إلى النفط لتوليد الطاقة وبعض الصناعات. أعلنت السلطات المصرية رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه بمقدار 25 قرشا للتر الواحد ابتداء من صباح الجمعة. يأتي ذلك بينما قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر تثبيت سعر طن المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه، وأبقت على سعر بيع الدولار عند 6.75 جنيه للتر الواحد. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو إن أسعار الغذاء العالمي ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في أيلول الماضي لتبلغ أعلى مستوى لها خلال 10 سنوات. وعزت المنظمة الأممية زيادة أسعار الغذاء إلى ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية، مؤكدة أنه على الرغم من رفعها سقف التوقع لإنتاج الحبوب العالمي عام 2021 إلى مستوى قياسي عند 2.8 مليار طن، إلا أن هذه التوقعات القياسية تظل أقل من الاستهلاك المتوقع. ختام الموجز، إلى اللقاء.